السلام عليكم، أنا من بلدة الشيوخ فوغاني. أنا مهجر صار لي 10 سنوات عقبال الرجعة. هذا مقلع أبو خليل بإدارة إسماعيل الدربية أبو صالح، عن جبل البحص من الطوافة ونعبيه بالباقر، والسيارات يجيب أنه عصر راد يسردنه، ونبيع متر البحص $3، برميل المازوت الإيزل $120. اليوم كل يوم عم نستهلك 5 براميل مازوت، كل آلية بدها برميل مازوت. عنجيبه على الصراد، الصراد بيفرز الدقش لحال والزراد لحال والرمل لحال، ونكومه ستوك ينشف هنا البحص، يجينا السيارات من الباب من مناطق عزاز من عفرين، البدو رمل البدو زراد البدو مخلوطة، نبيع البضاعة. المتر يكلف تقريبا شي $3، وعم بنجيب المحروقات المازوت شي البرميل على $120. يعني تعبان السوق بحيل، يعني رخيص متر البحص رخيص، التصليح اليوم كله غالي، المازوت غالي، كله غالي، كله بالنار. يعني أتعد تشتغلوا عاد تحطوا تصليح وخراب وما بشي يعني استفاد منه، والحمد لله رب العالمين.